تشرفت بصراحة بلقاء طلال آل الشيخ ونورت الإمارات صراحة، والقرعة كانت جدا جميلة، والله يوفق كل الأندية، يوفق الوصل الإماراتي صراحة إن شاء الله يوصل على الأقل للنهائي بإذن الله. الله كريم، فرصة كبيرة عند الوصل وعند كل الأندية. أنا متشرف، أنا ما أعتبر نفسي في بلد الثاني، بالبلد الأول السعودية والإمارات احنا نعتبرها بلد واحد، دار زايد دارنا. البطولة واللي نشهده من دعم كبير سواء من مجلس أبو ظبي الرياضي أو الدعم اللي شاهدناه أيضا من الشيخ محمد بن زايد، شفنا لقاء أمس مع معالي المستشار الاتحاد العربي، أعتقد أنها صورة عن ألف كلمة، صورة تحمل رسائل عديدة، ومن يسأل عن قوة البطولة فلينظر إلى الصورة ففيها معاني كثيرة. صادق. طبعا آخر مباراة كانت بين الشباب والأهلي السعودي، الشباب فاز 1-0، طبعا نقولهم ألف مبروك، يستاهلون، وأكيد أنت شبابي صح؟ أكيد، أنا رأس نادي الشباب مرتين يعني، وأتشرف في الشباب وفي كل الأندية السعودية وفي الأهلي. الله يوفقهم. سؤالي لك، طبعا نحن سمعنا بتصريحات خالد البلطان وماجد النفيعي، شو تقول عن هذه التعليقات؟ شو رسالتك للرئيسين ولكل الجماهير؟ والله أنا أقول للجماهير، الناديين ناديين كبار، والجماهير جماهير يعني كبيرة جدا، الأهلي فريق عريق جدا، والشباب فريق عريق جدا، هي نوع من يعني يمكن البعض فهمها بطريقة أو أخرى، يمكن طلعت شوي عطارة، لكن هي في باب التنافس الرياضي، في باب يعني الإثارة الرياضية. أنا أقول جمهور الأهلي وجمهور الشباب كلكم جماهير كبيرة وأندية كبيرة، والكورة تجمعنا، والتنافس أيضا أحيانا، والأخذ يعني يوم فوز الشباب يستفز شوي، بكرة يفوز الأهلي يستفز شوي، هذه الرياضة وهذه الكورة. والله يوفقكم ويوفق الجميع. آمين.